متابعة لقضية ما عرف أعلاميا بتعاطي عطر القوارص، أفاد المدير الجهوي لصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني بأن مصابين من بين الثلاثة الذين احتسوا عطر القوارص غادروا المستشفى دون إعلام مسبق نحو وجهة غير معلومة. وأضاف الشعباني لمراسلة الأخبار نادير تي بي أنه تم إعلام الوحدات الأمنية بفرار الشخصين المذكورين من المستشفى في التوقيت المخصص لزيارة المرضى واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، مؤكدا أن المصابين الثلاثة تلقوا العلاج اللازم وأجريت لهم جميع التحاليل الضرورية وحالتهم الصحية مستقرة. وكان من المنتظر أن يغادروا المستشفى اليوم باتجاه مستشفى ابن الجزار بالقيروان لمزيد متابعة وضعهم الصحي. وينضم معنا مباشرة من القيروان المدير الجهوي للصحة بالقيروان حمدي الحضري. سيد الكريم، أهلا بكم، وهل من تفاصيل أكثر حول آخر مستجدات هذه الحادثة؟ مرحبا بكم. آخر مستجدات عن استقرار والحمد لله على مستوى عدد حالات التسمم بمادة القوارص اللي هي مادة صناعية غير مختصة للتناول البشري. المادة دي ثبت 66 حالة تسمم إلى حد الآن. نعم. والعدد هذا مستقر منذ مدة. وعدد الوفيات للأسف سجلنا 7 وفيات. إلى حد الآن تم نقل 33 شخص مصاب إلى المستشفيات الجامعية بمختلف الولايات. نعم. وعدد حالي الأشخاص اللي يخضعوا للرقابة الطبية والعلاج في مستشفى الجهوي ابن الجزار بلغ 26 شخص. ما مدى خطورة الحالات الحرجة؟ بالنسبة للمادة هذه القوارص بطبيعة الحال فيها مادة سامة اللي هي ميثانول. نعم. التي تسبب معناها في مضاعفات خطيرة. نتمنى الشفاء للجميع. نعم. يبقى انه معناها حتى الحالات اللي نجم تعكر حالتها خيرنا باش ننقلوها الى اقسام الانعاش الطبي باش يتلقوا العنايه اللازمه. نعم. سيد حمدي الحضري المدير الجهوي لصحه بالقيروان، كنت معنا مباشره عبر الهاتف. شكرا لك على هذه المعلومات.